لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا المهندس أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات. بعد تحية أستاذ أحمد أو المهندس أحمد السخاوي، نقلة نوعية في شكل الحروب السيبرانية، ماذا حدث في لبنان أمس؟ أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. تعزينا بالتأكيد لكل أهلنا اللبنانيين وكل المصابين وكل طبعا المتوفين. تأكيد اللي حصل من تفجير لأجهزة البيجرز امبارح وأول امبارح طبعا، وما شفناه طبعا بالتأكيد من مصابين ومن أحداث يعني تعتبر دموية. تأكيد اللي حصل ده كان نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بسلامة أجهزتنا المتعلقة بكل ما يتعلق بالأجهزة المحمولة والهواتف اللاسلكية والأجهزة الخلوية. عايزين بس نوضح نقطة مهمة جدا، إن جهاز البيجرز هو جهاز اتصال لاسلكي لا يجاري ولا يضاهي الإمكانيات الكبيرة الموجودة في الهواتف المحمولة حاليا. طبعا جهاز البيجرز هو يعمل على عرض مسائل نصية وإشارات صوتية تنبيهية بين الأجهزة من ذلك النوع تحديدا، وده بالتأكيد نوع من أنواع التناقل أو التواصل اللي ممكن يكون آمن أثناء يعني ممكن نقول الطوارئ، ممكن نقول لو مثلا ما فيش شبكات خلوية موجودة أثناء الأمطار أثناء الزلازل. فبالتأكيد أجهزة البيجرز هي أجهزة تقليدية بيتم استخدامها على نطاق واسع ومهم في التواصل من خلال زي ما قلنا الرسائل اللي بتعرض على الأجهزة دي والتنبيهات. طبعا ده كل دورها بالنسبة للأجهزة دي. أجهزة دي لا تحتوي على خرائط ملاحية أو حتى نوع من أنواع الإنترنت، هي بالتأكيد أجهزة بتعمل على التواصل القائم. طبعا الجهاز ده مثله مثل أي جهاز إلكتروني، بيعمل بدوائر إلكترونية، بيعمل بمعالجات بالتأكيد مسؤولة عن تشغيل الجهاز. لكن باشمهندس أحمد، كيف يمكن لأي مؤسسة بعد هذا الحادث الأليم الذي وقع في لبنان بالأمس أن تحمي نفسها من مثل هذه الهجمات قبل حدوثها؟ طيب احنا بس عايزين نقول هو ايه اللي حصل، او سريعا باشمهندس حصل ازاي. هو حصل بحاجه من الاثنين، يا اما تم زراعه شريحه في الهواتف دي او سوري في الاجهزه اللاسلكيه دي قبل ما يتم ارسالها يعني من طرف مستخدميها، او تم اختراق السيرفرات من خلال بعض الاكواد البرمجيه، وبالتبع حصل نوع من انواع يعني ان كان في اوفر لود على الرسائل دي من خلال بعض التنبيهات تصل للمليارات، ادى الى سخونه البطاريات ومن ثم انفجارها. فاحنا عايزين نقول دايما لو انت حضرتك بتستخدم جهاز تاكد دائما من سلامته، حاول دايما موضوع استخدامنا للاجهزه يكون بعيدا عن يعني مثلا انا لو معايا هاتف محمول، وهنا بنتكلم المستخدمين كمان العاديين، اوعى تستخدم تليفون فترات كبيره جدا في الشمس، لان ممكن ده بطارية الهاتف وممكن ينفجر معاك. حاول دايما تبعد عن التعامل مع مصادر غير معلومة على الانترنت. أكيد. تبعية يحصل نوع من أنواع الداونلود لأي برمجية خبيثة قد يحصل من خلالها اكسبلويت على التليفون بتاعك، وبالتبعية ممكن يحصل انفجار زي وصلت الصورة. المهندس أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات، شكرا جزيلا لحضرتك.